كورونا دخلت إلى السجون من الباب وليس من الشباك، بمعنى أن الحراس هم الذين نقلوا كورونا إلى السجون. هذا يعني أن هناك خلل في آلية تعامل وزارة العدل مع إجراءات خلية الأزمة ووزارة الصحة في ضرورة إبعاد هذا الخطر عن السجون حتى لا تتحول إلى قنبلة موقوتة. هل يمكن أن أفهم يعني من كلامك هذا الشيء؟ لا لا، أولا الزيارات ما موجودة خلال هذه الفترة، وعدم وجود الزيارة أعتقد هي لمصلحة السجين. لا لا لا، قبل الزيارات، أستاذ أرشد، أنا أتحدث عن أعداد. أنت تقول أنه 350 حارس في السجون أصيب بكورونا، وهذا يعني أن عدد الإصابات داخل السجون أتت من هؤلاء الحراس. وأنا قلت، هل يعني ذلك أن إجراءات الوقاية والسلامة في السجون العراقية ضعيفة، هشة، أكيد تحتاج إلى إعادة نظر؟ هذا السؤال. أكيد أكيد، أنا راح أجيلك على هذا الشيء. المسألة مو بس بالحراس، المسألة حتى بالأطباء. اليوم الممرضين والأطباء اللي هم أيضا متواجدين في المستشفيات واللي داوموا في أحد السجون أيضا كان سبب في نقل المرض. نعم، أنا أؤكد بأن إجراءات الوقاية ليست بالمستوى المطلوب. إجراءات الوقاية خارج السجون غير متوفرة، فكيف إذن بالسجون؟ أكيد كان هنالك يعني نوع من تفشي المرض، وأكيد السلامة الوقاية ليست بالمستوى المطلوب، وهي أدت بالإضافة إلى المزاحمة الكثيرة والازدحام الشديد الموجود داخل السجون، وهذا الأمر بحد ذاته يتطلب الانفراد وعزل السجين.